وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أبو ظبي سفير دولة الإمارات في كازاخستان سعادة الدكتور محمد الجابر، حياك الله معنا في نشرة التاسعة سعادة الدكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. يعني العلاقات بين الإمارات وجمهورية كازاخستان الصديقة هي علاقات تعاون مميزة عززتها الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، كيف تقيم هذه العلاقات سعادة السفير؟ بداية فوزية، اسمحوا لي أن أشكركم على إتاحة الفرصة. حقيقة العلاقة الإماراتية الكازاخستانية علاقة مميزة. زيارة فخامة الرئيس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة هي زيارة الأولى لدولة عربية بعد تنصيبه كرئيس لجمهورية كازاخستان، وهذا يدل على مدى التقدم الذي حرزته العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. لا شك العلاقات الإماراتية الكازاخستانية تعتبر علاقة متميزة وقوية، وذلك بفضل قيادة البلدين الصديقين التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والرئيس الأول لجمهورية كازاخستان نور سلطان نظربايف. والدليل على ذلك هو حرص واهتمام جمهورية كازاخستان على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات حقيقة. نعم. الإمارات لكازاخستان مثال يحتذى به حقيقة. نعم. فوزية، وشهدنا ذلك من خلال زيارات متبادلة عديدة خلال السنوات الأخيرة. نعم، كما ذكرت سعادتك يعني لاحظنا مدى متانة العلاقات في السنتين الماضيتين بين الدولتين، وأيضا اختيار رئيس جمهورية كازاخستان إلى دولة الإمارات في أولى زياراته العربية، على ماذا يدل ذلك وما هي أوجه التعاون بينهم؟ مثل ما ذكرت فوزية، تتسم على العلاقات الإماراتية الكازاخستانية بأنها علاقة مميزة مبنية على أساس التعاون والثقة والاحترام المتبادل والمساهمة في السلام والأمن والاستقرار. هناك توافق واضح حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. لا ننسى أيضا الجانب السياسي والدبلوماسي الذي له دور كبير لتقوية العلاقات الثنائية، وذلك بتوجيهات سيدي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجيه والتعاون الدولي، ومتابعه معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدوله للشؤون الخارجيه. مثل ما ذكرتي، في السنتين الماضيين في تقدم في العلاقات، نعم، تبادل زيارات على اعلى المستويات، تعاون في مجالات كثيره حقيقه، اصبح هناك تعاون وشراكه مؤسساتيه بين مختلف الجهات في دولة الإمارات، أيضا علاقات اقتصادية وتجارية. لاحظنا أيضا ارتفاع ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين. نريد أن نذكر نقطة مهمة جدا إذا تسمحين لي، لو يسمح له، هو التعاون الواضح بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في مجال الفضاء، حيث انطلق أول رائد فضاء عربي إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية هزاع المنصوري من قاعدة بايكونور. نعم، سفير دولة الإمارات في كازاخستان الدكتور محمد الجابر، شكرا جزيلا.